سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا أمور ديننا ودنيانا وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، واجعل أعمالنا لوجهك خالصة كما تحب وترضى وتقبلها منا يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا ولهم شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية، كتاب أحكام الجنايات. المقصود هنا الجناية على الأبدان أساسا، لكن الجناية على الأعراض والحاجات دي هيجي بقى في حدود القذف وحد الزنا وحد السرقة على الأموال مثلا، في جناية على الأموال ليها حد السرقة، في جناية على الأعراض فيها حد القذف وحد الزنا، هيجي في الحدود. لكن هنا المقصود هنا الجناية على الأبدان، كويس، اللي هي سواء بقى إيه القتل أو الجروح. وربنا سبحانه وتعالى وإيه في الجروح قصاص، مش كده برضو؟ وقال النفس بالنفس. فهي بيتكلم هنا أحكام الجنايات المقصود بها إيه؟ الجناية على الأبدان. الجناية على الأموال هناخدها في حد إيه؟ السرقة. والجناية على الأعراض هناخدها في حد الزنا والقذف. كتاب وأحكام الجنايات، جمع جناية، ويقول أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. زي ما قلت لك إن الجناية أعم من أن تكون على الأبدان، قد تكون جناية على الأموال، قد تكون جناية على الأعراض والأنساب، لكن هي لكن هنا قصدها على الأبدان. قال القتل على ثلاثة أضرب، يبقى ابتدى بأعلاها وهو قتل النفس، أدنى منها الجرح، ابتدى بالأعلى لهم. القتل اللي هو إزهاق الروح، القتل اللي هو إزهاق الروح بأي سبب ولو حكما، حتى إزهاق الروح ولو حكما، يعني إيه؟ يعني ولو بالسحر، في هناك سحر يقتل. والإمام الشافعي عندنا في مذهبنا أن الساحر إذا اعترف أنه قتل بسحره يقتص منه، واضح؟ يبقى إيه علشان كده الجناية هنا القتل هو إزهاق النفس أو الروح إيه بفعل اللي هو يسموه التسبب مباشرة ويباشر هذا الفعل نفسه، أو إنه حكما كإيه كاستعمال السحر وغيره، أو مثلا يمنع عنه الطعام، يحبسه في حتة ويمنع عنه الطعام، أو ده برضو يؤدي إلى القتل، مش كده؟ أو يحبسه في مكان يمنع عنه الشراب، يشربش مية، ويحبسه في مكان حتى يموت عطشا، كل دي تؤدي إلى القتل حكما. يبقى القتل على ثلاثة أضرب لا رابع له. عند الشافعية قسموا القتل إلى ثلاث أنواع، الأحناف مثلا قسموا القتل خمس أنواع، لكن الملكية قسموا القتل نوعين بس، يا خطأ يا عمد، خلاص ملكية نوعين بس. الشافعية قسموا القتل ثلاث أنواع، قتل عمد محض وقتل شبه عمد وقتل خطأ. يبقى القتل على ثلاثة أضرب يعني ثلاث أنواع، لا رابع لها يعني في مذهبنا، يبقى لا رابع لها يعني في مذهبنا، لكن في مذهب الأحناف هم خمسة، لأن احنا بنقول احنا بنشرح هنا ايه مذهب الشافعي، لكن لو بتقرأ كتب الأحناف هيقسم لك القتل إلى أنواع كثيرة، منها قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل
الخطأ وقتل شبه الخطأ والقتل بالتسبب والقتل بالمباشرة، كل دي أنواع قتل عند الأحناف. فهمت بقى؟ أول نوع عمد محض. يعني إيه؟ يعني خالص في الإيه؟ المحض يعني إيه؟ يعني خالص في الإيه؟ في التعمد. والعمد هو القصد، وهو مصدر عمد بوزن ضرب، وتنفع برضه بوزن علم، عمد وعمد زي ضرب وعلم، تنفع الاثنين. عمد محض اللي هو الخالص من شائبة الخطأ، يعني هو عايز يقول لك محض هنا يعني خالص من أي شوائب الخطأ. واضح؟ عمد محض وهو مصدر عمد بوزن ضرب، وقلت لك ان ينفع تبقى عامدة بوزن عالمة، وبالتالي يبقى ايه؟ لو على وزن ضرب عمد يبقى يعمد، ولو على وزن عالمة يبقى عامدة يعمد، والاثنين صح. فهمت بقى ازاي؟ ومعنى العمد ايه؟ القصد. يعني واحد بيضرب واحد يقصد يقتله. فهمت ازاي؟ طب وهنعرف القصد ازاي؟ قال لك بالآلة. ماسك مسدس وبيضربه بيه يبقى هيقتله، لأن دي تقتل غالبا. المسدس ما بيهزرش، ماسك سكين يبقى ده يقتل غالبا. يبقى احنا ما بنسألش بقى ايه على القصد هنا، احنا نعرف القصد بالقرينة الآلة. الآلة اللي ماسكها بتقتل غالبا، يبقى ده قتل عمد. حد ما ينفعش يبقى ماسك مسدس ويضربه بالمسدس ويموت ويقول انا ما كانش قصدي. فهمت ازاي؟ لا ما ينفعش يا استاذ. واضح؟ لكن لو ضربه مثلا بايه؟ بعصايه صغيره فمات لانه ما يتحملش الالم، ممكن نصدقه انه ما كانش قصده، كان قصده يؤلمه بس. لان العصايه في العاده ما او بيوكزه كده، وكزه موسى فقد عليه. يعني زقه كده فمات. الزقه دي غالبا ما تموتش. يبقى ده قتل خطأ. فهمت ازاي؟ لكن لما يبقى ماسك آلة تقتل غالبا وبعدين ضربوا بيها، مش هسأله انت قصدك ولا مش قصدك، الآلة هي اللي بتحدد النية. فهمت بقى ازاي؟ دي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. يبقى أول حاجة عمد محض، والتاني وخطأ محض. واحد ماشي في الشارع فتزحلق وقع على طفل نايم، مات ده خطأ محض، هو ما كانش قاصد يتزحلق. زي واحد زي معظم حوادث السيارات، سايق عربيته رايح شغله فخبط واحد موته، هو مش نازل يموته. فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ قتل ايه؟ خطأ محض. وعمد خطأ، عمد خطأ بقى يعني ضرب بآلة لا تقتل غالبا فمات، مسك صوت كده وقعد يضربه لحد ما اتعذب ومات من التعذيب تحت وطأة التعذيب، زي ما بيحصل ايه في بعض اقسام الشرطة، ويقعدوا ايه يفضحوا الداخلية الا انضربوه لحد ما مات. ده اسمه ايه؟ شبه عمد او عمد خطأ، يعني اجتمع فيه التعمد لانه قصد ايذائه. فهمت ازاي؟ ادي التعمد قصده الايذاء، والخطأ انه بطريقة لا تقتل غالب. فهمت بقى ازاي؟ فاجتمع في الاثنين. لكن ممكن يبقى خطأ محض ازاي؟ ده خارج يقتل عمر فراح قتل زيد. فهمت بقى ازاي؟ يعني عمر بيخرج من الباب ده الساعة 6، فهو قاعد مستني عمر يقتله. الساعة 6 عمر قالوا ايه؟ مغص ما خرجش، فبعد زيد يقضي مشوار، فزيد طلع راح ضرب فاكره عمر. فهمت ازاي؟ زي ما يحصل واحد متربص عايز يقتل رئيس جمهورية ظالم مثلا، فيقوم يجي في مين؟ في الحراس بتوعه، ما جاش في رئيس الجمهورية اللي هو كان قصده يقتله. فهمت ازاي؟ يبقى ده ايه؟ يسموه خطأ، لانه ما قتلش اللي يقصده، فانتفى ايه؟ القصد هنا، ده جت في واحد تاني. فهمت؟ يعني امثله كتير، يعني القتل الخطأ له امثله كتير. زي برضو مثلا ايه؟ اعطاه الدواء
اللي هو فيه شفاء، وكان الدواء بتاع ده محطوط جنبه دواء اخر بالنسبة لهذا المريض سم لا يتحمله، فخد دي مكان دي خطأ وادها له، يبقى مات. ايه ده اسمه ايه؟ خطأ محض. خطأ محض، فهمت بقى المسألة؟ يعني صوره كتير، المقصد ان القتل الخطأ ده صوره اكتر من القتل العمد. وعمد خطأ زي ما قلت لك اللي هو ايه؟ اجتمع فيه التعدي مع ايه؟ مع عدم قصد ايه؟ القتل. يعني هو تعدى عليه فعلا، مسكه وضربه، لكن كان يقصد يأدبه، ما يقصدش ايه؟ يموته. فهمت بقى المسألة؟ يبقى اجتمع فيه التعمد والخطأ. وذكر المصنف تفسير العمد في قوله: فالعمد المحض. ابتدى بقى يمسك لك كل نوع ويفصصه بقى، فهمت؟ ويشرحه لك. فالعمد المحض هو أن يعمد الجاني، يعمد أو يعمده زي ما قلنا لك، يضرب أو يعلمه، من ضرب أو إيه؟ علم، تنفع لك. فالعمد المحض هو أن يعمد، أن يعمد الجاني إلى ضربه، ضرب الشخص يعني، بما أي بشيء يقتل غالبا. حاجة اللي تقتل غالبا بقى معروف. وفي بعض النسخ في الغالب، يقتل غالبا يعني ايه؟ يقتل غالبا أو يقتل في الغالب، في بعض النسخ يقتل في الغالب مكان ويقصد الجاني قتله. كلمة يقصد دي، الزيادة دي ما وافقوش عليها معظم الفقهاء، ما وافقوش الايه؟ ابي شجاع. قال خلاص طالما الآلة تقتل غالبا مش مهم القصد بقى، ما هو قصد باين في الآلة. فهمت ازاي؟ فقالوا ان دي يعني ايه؟ يعني زي ما تقول حواشي، او ربما يكون في بعض الوجوه المذهب الضعيفة انه لو جاء بآلة تقتل غالبا ولم يقصد القتل، يقصد تهديده فقط، يبقى يشب العمد. بس ده وجه ضعيف في المذهب، ربما مش عليه. لكن احنا قلنا ايه؟ مش شرط بقى القصد طالما هو ماسك آلة تقتل غالبا. ويقصد الجاني قتله، أي الشخص بذلك الشيء. وحينئذ شوف بقى، القتل العمد يجب فيه القواد القصاص، القاتل يقتل، أو العفو والدية، أو العفو بلا شيء. يعني عندنا ثلاث اختيارات في القتل العمد. كان في الديانة اليهودية القتل العمد ليس فيه شيء إلا القصاص فقط بس، فيش اختيارات اخرى. وفي الديانة المسيحية مفيش في القتل الا الدية بس، فهمت ازاي؟ ولو عمد. جاء في الاسلام التخيير، يبقى الاسلام جاء ايه؟ جاء بالتيسير على الناس، فتح المجال. اليهودية مفهومش تخيير، القتل يقتل بلا تخيير، خدت بالك؟ في المسيحية القاتل يعمل ايه؟ يدفع الدية بلا تخيير اخر، مفيش بقى اختيار القتل، الدية فقط، مقدموش الا الدية. واضح؟ الاسلام التخيير، يبقى التخيير. الاسلام جاء ايه؟ يضع عنهم اسرهم، واخد بالك؟ والاغلال التي كانت عليه، مش دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى في الاديان السابقه كان في نوع من الصعوبه، لأن قد يكون أهل الميت مستغنين عن الدين، لكن يزعلانين على اللي قتل المقتول، فعايزين يقتلوه، مش كده برضه؟ فده يبقى بالنسبة لهم إلزامهم بالدية فقط صعب على نفوسهم، مش كده برضه؟ وقد يكون اللي هو عند اليهودية إن المقتول ده كان قايم بالنفقة على أطفال صغار كثيرين، فلو قبلوا الدية ينفقوا بها على الأطفال أحسن ما يقتلوه وياخدوا منه الدية، ويبقى فيه تخفيف عليهم. لا، ممنوع تقتلوا بس، ملكوش اختيار آخر، لكن في الإسلام في رحمة. فهمت بقى؟ يبقى قال لك: فيجب القود، أي القصاص عليه، أي الجاني. وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف أهو، خد بالك، ابن قاسم الغزي لاحظ كلمة إيه؟ ويقصد قتله، فاعترض عليه. اعترض عليه ليه بقى؟
قال لك وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف والراجح خلافه، لان طالما الآلة تقتل غالبا ما اسألش على القصد. فهمت بقى ازاي؟ ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل او قطع اطرافه، طبعا علشان نقول يجب القصاص لازم يكون القتيل ده اولا يكون مسلم او غير مسلم لكن ليه عهد امان عشان نقول فيها القصاص. يبقى قتل مسلم لا يجب قتله اصلا. افرض واحد كان ايه سيب زاني وثبت زناه وهو سيب وصدر الحكم بانه يرجم، وقبل تنفيذ الحكم بالرجم واحد تاني قتل، هنا ما يبقاش فيها ايه قود لكن هيبقى فيها دية او يبقى فيها غرامة، مش شرط يدفع دية كاملة لانه ده مهدر الدم اصلا، وصدر حكم قضائي بهدار دمه، زي ما اصدر حكم قضائي باعدام فلان شنقة فقبل ما ينفذ فيه حكم الاعدام قبلها بيوم واحد تاني قتل، واخد بالك؟ يبقى هنا مش هيبقى فيها القود بقى، ده بس ده افتئات على الحاكم، فهيبقى فيها عقوبة يختارها الحاكم، إن لأن ده افتئات على الحاكم، لكن لازم يكون مسلم له عهد أمان، يعني إيه؟ يعني محترم الدم. يبقى المسلم لازم يكون محترم الدم، خدت بالك إزاي؟ أو يكون غير مسلم وفي عهد أمان. زي مثلا واحد مصري مسلم قتل واحد مصري مسيحي، الاثنين مواطنين، المسيحي ده عايش معانا في عهد امان اللي يسموه عهد المواطنه في زماننا ده، بسمين ايه عهد الامان عهد المواطنه. او قتل سائح من السياح ده جاي بفيزا وجاي بتاشيره، والتاشيره دي معناها هنامنك تعالى زورنا وهنامنك، هو لو عارف انه هيقتل هنا او دي دار حربي بالنسبه له ما كانش يجي، فكونه جاوب بالتأشيرة وانت اديته التأشيرة يبقى التأشيرة دي عهد امان. فهمت ازاي؟ فما ينفعش نقتل ايه السياح لان دول واخدين عهد امان. علشان كده بيقولك ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل او قطع اطرافه اسلام او امان. طب افرض بقى حربي، احنا دلوقتي في حرب بيننا وبين اليهود، طب افرض واحد لقى يهودي في مصر هنا واخد بالك وقتل، إذا اعتبرنا إن معاهدة كامب ديفيد معتبرة يبقى ده له أمان. إذا اعتبرنا إن هم نقضوا عهد كامب ديفيد صار حرب مهدر. فالاعتبار يترك لمين؟ تقديره للحاكم. يبقى تقدير هذا الاعتبار متروك لمين؟ الحاكم بقى. لأنه ده اختلط فيه، هل يا ترى حربي ده لأنهم نقضوا العهد؟ ولا مش حربي لأن العهد بتاعهم ما يعتبرش انتقد او ما اعتبرتش حكومتنا انهم نقلوه لانها غير مستعده لانها تحرمهم الان. تحتمل دي وتحتمل دي. اللي يحدد بقى مين؟ الحاكم. مين الحاكم؟ المحكمه. الحاكم هنا اللي هو القاضي. فقد يحكم بالاعدام وقد يحكم بايه؟ بانه يدفع الديه وخلاص. فهمت بقى المساله؟ يبقى او قطع اطرافه يشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل او قطع اطراف اسلام او امان. افرض واحد كان مرتد وصدر عليه حكم ردة، حكم قضاء انه مرتد، فقتله انسان اخر، يبقى لا يجب على ايه فيه القود لانه مهدر الدم اهو بحكم قضاء. طب امال ايه يعاقب؟ ايه افتئات على الحاكم، كان المفروض يسيب الحاكم هو اللي ينفذ ولا تبقى فوضى بقى. فهمت ازاي؟ يقوم الحاكم يعمل له ايه عقوبة يختارها له مناسبة، عقوبة تعزيرية. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اسلام او امان، يشترط انه يبقى مسلم او مؤمن، مؤمن اما مواطن بعهد المواطنة او بايه؟ بتأشيرة دخول او خروج، او بمعاهدة. معاهدات بيننا وبينه، كل دي اسمها عقود امان. فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم. المرتد بحكم قضائي مش بحكم انا. ما انت عندك الوهابيه مكفرين كل المسلمين. لكن المسلمين مش كفار، ده هم اخطأوا تسرعوا. بيعتبر اللي يزور السيد البدوي، اللي يزور سيدنا الحسين، اللي يتوسل بالنبي ده كافر. اه بس ده مش بيجمع المسلمين، ده عند الجهله دول.
فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي ما ينفعش يفضل محترم. عشان يبقى مرتد لازم يكون بحكم قضائي باجماع المسلمين. واضح؟ فدي نقطه مهمه. مش في ايه؟ في اعتقاد فرقه دون فرقه. فدي نقطه مهمه. لان لما بيقروا العيال الفرق دي بتقرا الكتب دي بيفتكر نفسه هو الحاكم وهو القاضي. فهمت ازاي؟ وبالتالي يستحل بقى، يقول لك اللي يشوفه انا كافر يبقى خلاص مهدر الدم، اقتله خلاص ويباح دم. عمل نفسه هو القاضي وهو الحاكم وهو الخليفه وهو النبي. فهمت ازاي؟ ودي مشكله كبيره عندهم. قضيه كبيره، مشكله لازم يحلوها بينهم وبين انفسهم، والا هيبقوا معتدين على المسلمين. فان عفى عنه، مين اللي عفوا عنه؟ اولياء الدم بقى، اولياء المقتول. لو عفوا عنه اي عفى المجني عليه عن الجاني في سوره العمد المحض. المقصود المجني عليه مين؟ اولياء المقتول بقى. ما هو مش حيد المقتول ده خلاص مش هتدب فيه الروح تاني عشان يعفو ويعفو، ما هو مات. يبقى اللي عفى عنه مين؟ المجني عليهم مين؟ اللي هم اولياء المقتول. واضح؟ اي عفى عن المجني عليه عن الجاني في سوره العمد المحض. في الحاله دي ننتقل للاختيار الاخر. وجبت على القاتل دية مغلظة. يبقى فيها الدية المغلظة. هنعرف في كتاب الديات ايه هي وجوه التغليظ. لكن دلوقتي نعرفها كده، وجبت فيه دية مغلظة. مش دية عادية. يبقى في دية مغلظة ودية غير مغلظة. الدية المغلظة هنشوفها في باب الديات. مش كده وبس، وتكون حالة. يعني ايه كاش؟ تدفع مرة واحدة. بلغة المصريين دلوقتي حالة يعني على الترابيزة. فهمت ازاي؟ ومنين كمان؟ ومن مال القاتل. مش من مال أسرته العاقلة يعني، لا، هو اللي يغرمه. يبقى عندنا تكون مغلظة. هتيجي إذا كانت إبل يبقى في منهم حوامل وفي منهم مش عارف يعني غاليين، مش إبل أي حاجة. إذا كانت 100 إيه ناقة هيبقى في منها 40 مثلا إيه حمل حامل، والأسنان الإبل تبقى أعلى عشان تبقى أغلى يعني. ومش كده وبس، تبقى حالة يعني في الحال. وتبقى كمان في مين؟ في مال القاتل. وسيذكر المصنف بيان تغليظها، هتيجي بعد كده في باب مخصوص اسمه باب الديات، إيه هنعمله بعد أحكام الجنايات إن شاء الله. النوع الثاني بقى والخطأ المحض، اللي هو يقابل العمد المحض، يقابله الخطأ المحض. أن يرمي إلى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله. هو بينشن على غزالة بيصطادها، فرمى السهم، فالسهم في طريقه صاب رجل أو طفل. هو كان يوصل للغزالة. فهمت بقى إزاي؟ فأصاب طفل. زي بالظبط حوادث السيارات الوقت. زي ما قلت لك. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله. فلا قود عليه. أي الرمي. يبقى ما فيش قتل. طالما ما فيش عمد يبقى ما فيش قود. قود يعني إيه؟ يعني قتل، قصاص. عندنا يشبع فيه. وهو سموها قصاص ليه؟ لأن تملي بيقتص أثر الإيه؟ الجاني. يفضل وراه كده يطردوه، فسميت قصاص من اقتصاص الاثر. وسميت قود علشان بيقاد للقتل. فهمت ازاي؟ يبقى ليها اسمين، القصاص والقود، بمعنى واحد. قود لانه بيقاد يعني بيقبضوا عليه كده ويقودوه الى القتل، فسمي قود. او سمي قصاص لانه بيقتص اثره، يعني يبحث عنه حتى يقبض عليه ليقتل. واضح؟ فيصيب رجلا فيقتله. يبقى يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله. فلا قود عليه أي الرامي، بل تجب عليه دية، والدية تبقى مخففة. في قتل الخطأ دية إيه؟ مخففة. وسيذكر المصنف بيان تخفيفها. مخففة في الصفات ومخففة في الأداء. تؤدى على 3 سنين كمان، على 3 أقساط كل سنة تلتهي. وكمان في مال مين؟ العاقلة. العاقلة اللي هم أقارب القاتل من جهة الأب، واخد بالك، ويخرج الأصول والفروع. أبنائه يخرجوا
وابوه واجداده يخرج، اخواته وعمامه ولاد عمامه. فهمت ازاي؟ بل تجب عليه دية مخففة، وسيذكر المصنف بيان تخفيفها، وعلى العاقلة مؤجلة عليه في 3 سنين. مؤجلة عليهم يعني ايه؟ ليست حالة. واضح؟ يؤخذ اخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة. وعلى الغني من العاقلة من اصحاب الذهب اخر كل سنة نصف دينار. الغني اللي هو مين؟ الغني من العاقلة. الغني تعريفه في العاقلة اللي معاه رصيد يكفيه مدة عمره الافتراضي، يبقى ده اسمه غني. يعني انا مثلا عندي مثلا 40 سنة، العمر الافتراضي بين 60 و70، انا بحتاج كل سنة في النفقة كام؟ 1000 جنيه في الشهر، 4000 جنيه مثلا. يبقى 4000 في 12 في ايه؟ في 20. انا عندي رصيد بهذا المبلغ، يبقى اسمي غني. اتحمل ايه؟ ده تعريف الغني يعني في ابواب العقل. فهمت بقى ازاي؟ لكن الغني في ابواب الذكاء اللي يملك نصاب، يبقى الغني في ابواب الذكاء غير الغني في ابواب العقل. فهمت ازاي؟ لازم ناخد بالنا من الفرق. يعني ده مثلا محتاج له على ما يموت يبقى عنده 2-3 مليون جنيه بحيث ينفق، يبقى اللي عنده 2-3 مليون جنيه رصيد يبقى ده غني، هيدفع في دية ايه؟ في دية الخطر. اللي عنده اقل من كده، يعني هو مثلا عنده 30 سنة ولا يملك الا 200,000 جنيه في البنك، 300,000 جنيه في البنك، دي ما تكفوش لو هيعيش لسن 60. فهمت ازاي؟ يبقى ده لسه مش غني. واضح؟ فهمت بقى المسألة؟ وعلى الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، ومن أصحاب الفضة 6 دراهم، يعني 6 دراهم تعادل نصف دينار، لأن الدينار كان ب12، كان الدينار أيام النبي صلى الله عليه وسلم ب10 دراهم، وبعدين أيام الخلفاء لما غلي شوية بقى ب12 درهم. فهمت؟ ومن أصحاب الفضة 6 دراهم كما قاله المتولي وغيره. والمراد بالعاقلة إيه بقى؟ عصبة الجاني يخرج منهم إلا أصله وفرعه، يخرج منهم ولاده وآباءه وأجداده. النوع الثالث بقى إيه؟ وعمد الخطأ. عمد الخطأ اللي هو إيه؟ شبه العمد. عمد الخطأ بنسميه شبه عمد، ليه اسمين، عمد الخطأ أو شبه عمد. أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا. في من العمد أنه قصد ضربه، أنا طالع أضرب عمر، أنا قاصد عمر ولقيت عمر فعلا مسكته وجبت العصاية وضربته، أدي العمد أهو. لكن أنا جبت عصاية ما تقتلش، هذه الخطأ. فهمت بقى إزاي؟ يبقى فيها من العمد ايه؟ انه قصده بعينه، قصد ايه يعني؟ التعدي عليه، لكن قصد التعدي عليه بما لا يقتل غالبا. فهمت؟ وعمد الخطأ ان يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، كأن ضربه بعصا خفيفة فيموت المضروب، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. يبقى تبقى دية مغلظة لأنه عمد، وعلى العاقلة علشان فيه نوع الخطأ لأنه ما كانش قاصد يقتله. فهمت ازاي؟ وعلشان تشبه الخطأ فهنأجلها 3 سنين. فهمت بقى ازاي؟ مش الدية نوع من القود، ولا القود بس اللي هو القتل؟ فلا قود عليه، يعني احنا قلنا القود يعني ايه؟ نقبض عليه، نقوده كده الى القتل، يسموه قود. القود والقصاص بمعنى واحد. يقابلها الدية. هل الدية او قتل الاطراف ده مش نوع من القصاص؟ اه ده قصاص برضه. يبقى اما نقول فيها ايه الدية؟ تبقى معناه ما فيهاش قود.
القوت معناه ان انا ايه قدته لاقتص منه فسموها قوت. فما نقول لا قوت علي يعني لا قصاص منه لا قتل. فهمت ازاي؟ وتبقى تحل محلات دي. طبعا خد بالك هو هنا ما ذكرش للعلم به ان عليه صيام شهرين متتابعين برضه او تحرير رقبه. ما قالهاش للعلم بها. فهمت بقى ازاي؟ لان خد بالك ان النفس دي في حق الخلق وفي حق الخالق. حق الخلق يديهم ايه؟ الدية. طب وحق الخالق معتدى على مخلوق بناء الله. مش كده برضه؟ الانسان ده بناء الله. ملعون من هدم بناء الله. يبقى علشان يعني يكفر ما بينه وبين الله عليه ان يحرر رقبه او يصوم 60 يوم. وعشان يعالج ما بينه وبين الخلق عليه يدفع الدية. يبقى الدية دي عشان بينه وبين الخلق. طب وتحرير الرقبة او الصيام شهرين متتابعين عشان ده بينه وبين الحق. واضح؟ فما ننساهاش دي. سواء كان قتل خطأ او قتل عمد في الصيام. افرض في قتل العمد عفوا عن القوت وقالوا هناخد الدية برضو عليه صيام شهرين متتابعين. دلوقتي احنا مش هنقول بقى فك رقبة لان ما فيش رقابة. الا اذا كان قاعد في داعش وعندهم بقى ايه لحد دلوقتي. ما هو عايزين يرجعوا الرق تاني العيال الهبل دول. واخد بالك؟ لكن حاليا مفيش ايه؟ مفيش فك رقبه. هيبقى قدامنا ما قداموش الا صيام شهرين متتابعين. والخطا المحض طالما ذبحت روح محترمه يبقى قدامنا ايه؟ يا اما القول اذا كان عمد محض او الدية إذا كانت شبه عمد. وفي الحالتين عليه إيه؟ عليه صيام شهرين متتابعين. والخطأ المحض؟ ما هو برضه نفس الحكاية. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمن. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما هي كده. ده إيه في الخطأ. فهمت إزاي؟ يبقى في العمد من باب أول. ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه. جايب لك اقتصاص الأثر أي تتبعه لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها. فقال وشرائط وجوب القصاص في القتل 4. طب ليه هو ما قالش بقى ايه الخطا المحض؟ مش كده كان حقه يقول الخطا؟ مش كده برضو كان حقه يقول الخطا؟ الخطا المحض هيبقى ليس امامه الا الديه وتبقى غير مغلظه وتكون على العقل. ولا ذكرها قبل كده؟ ذكرها قبل اه. والخطا المحض ذكره قبل كده. يبقى كده ايه قال التلات انواع خلاص. خلص نفسه هيبتدي يخش في موضوع تاني. فبيقول ايه وشرائط وجوب القصاص في القتل 4. عشان نقول ايه القاتل يقتل لازم تتوفر 4 شروط. عشان نقول القاتل يقتل تتوفر 4 شروط. وفي بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص 4. يبقى هنا بيتكلم على القصاص مش عدية. لو اخترنا القتل في العمد يبقى يشترط ايه الشروط دي. ان يكون القاتل بالغا. افرض القاتل كان صبي صغير ما يقتصش منه لانه مش مسؤول عن افعاله. خدت بالك؟ هيبقى فيها الدية. واضح؟ لو كان القاتل صبي صغير خلاص. ان يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي. ولو قال انا الان صبي صدق بلا يمين. ليه؟ لان لو قلنا له احلف يبقى اعتبرنا ان يمينه ايه معتبر. واليمين معتبر في غير الصبي. فهمت ازاي؟ فبالتالي ما نقولوش احلف. لان لو اعتبرنا قلنا له احلف كاننا قلنا عليه انك انت ايه؟ مسؤول عن افعالك. فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت احنا بنقول الصبي غير مسؤول عن افعاله، فازاي انا بعامله معامله صبي وبعامله المسؤول عن افعاله؟ فيبقى في تناقض، فما يتوجهش لليمين. لا يتوجه اليمين له، واضح؟ ولو قال انا الان صبي صدق بلا يمين. الثاني تاني حاجة يبقى أول حاجة أن يكون القاتل بالغ.
لكن المقتول لو صبح يقتل به، البالغ يقتل به. خد بالك، افرض واحد بالغ قتل صبي صغير او حتى رجل، يقتل به النفس بالنفس. لكن احنا بنتكلم بقى هنا ايه، هنا الشروط في القاتل مش في المقتول، في القاتل عشان نقتله لازم يكون بالغ، يكون قتل وهو بالغ. طب افرض ان هو اعترف ان هو القاتل بعد سنتين، فكان وصل لحد البلوغ، لكن ساعة ما قتل كان لسه صبي. فهمت ازاي؟ لكن هو اعترف بعد ما بلغ، يبقى برضو على الدين، يبقى الدين. ليه؟ لان العبرة بحاله وقت القتل مش وقت الاعتراف. فهمت بقى ازاي؟ التفاصيل دي يعرفها القضاء يعني، انت مش هتبقى قاري، بس انا بقولها لك علشان يعني ايه، اخلي عندك الحس الفقهي. فهمت بس ازاي؟ لكن انت لما هتبقى قاضي بقى، القضاء ليهم ايه نظام تاني في الدراسه، بحيث ان هو يتعمق في المساله اكتر. يبقى اول ان يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي ولو قال انا الان صبي صدق بلا يمين. الثاني ان يكون القاتل عاقلا، لازم كمان مع البلوغ العقل، ما هو المجنون مش مسؤول عن تصرفاته. عشان كده ساعات في بعض الجرائم يعمل المحامي يتلاعب ويجيب لك ايه اوراق ان ايه، ان الجاني ده كان بيتعالج من الامراض النفسيه، وانه كان بيتردد على مستشفيات الامراض النفسيه، مش بتحصل. والافلام بقى، الافلام دي كتيره بقى، يجيب لك في الافلام حاجات كتيره، ويعرضوا على دكاتره ولجنه من الامراض النفسيين ومش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى يشترط فيه انه يكون عاقل، واخد بالك؟ فيمتنع القصاص من مجنون الا ان تقطع جنونه. افرض هو بيتجنن كل سنه في الربيع، بس سيزونال، في جنون سيزونال اسمه ايه، بيريودك مانيك اتاك، معروف اسمها، اللي هو ايه، قالوها في النكته بتاعت فيلم اسماعيل ياسين، انا عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي، واخد بالك؟ عملوها نكته، ده اسمه ايه، بيريودك مانيا او سيزونال مانيا، يعني جنون متعلق بتغيرات الفصول. لكن بقيه السنه حلو زي الفل، يجي عند تغيرات الفصول دي يجي له ايه، نوع من الجنون كده، يضطر انه ياخد ادويه تنيمه لحد ما يعدي الشهر ده، واخد بالك؟ بتحصل في ناس كده. طب لو قتل في حال تقطع جنونه يبقى مسؤول عن افعاله. فهمت ازاي؟ لكن لو قتل في حال فتره الجنون غير مسؤول عن افعاله. فهمت بقى ازاي؟ لا، عشان كده الا ان تقطع جنونه فيقتص منه زمن افاقته، لو كان القتل في زمن الافاقه. واضح؟ ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شرب. واحد بيسكر متعدي في السكر، يعني جايب الخمر كده شربها علشان يبقى سكران ويروح يقتل، يقوم ايه قلبه يبقى ميت، حكي السكران ده السكر ايه، بيخدر الخوف، يقوم يقدر يعمل، يبقى عنده قدره على الهجوم. ده مسؤول عن افعاله، لانه ده متعدد بالسكر، واخد بالك؟ لكن لو واحد شرب ميه عطشان فطلعت خمره، ما كانش يقصد، ما يعرفش انها خمره، فسكر فقتل وهو سكران، يبقى ده يعتبر قتل خطا. واضح؟ ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر، ويدخل في المسكر هنا كمان المخدرات اللي ياخدوها دلوقتي، الانواع المختلفه، بشرب مسكر متعد في شرب. متعد في شرب يعني ايه؟ يعني تعمد اخذه وعارف ان هو بياخده من اجل هذا، فخرج من لم يتعد بان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. يبقى طالما لا قصاص عليه يبقى فيه، يبقى في الديه. فهمت؟ والثالث الا يكون القاتل والدا للمقتول. ما ينفعش اقتل والد المقتول. ليه؟ لان في شبهه كبيره، وهي شفقه الوالد على ولده دارئه من ان اعتقد ان هو قصد قتله، اقول ده ربما انه يقصد تاديبه، لان الاب يعني الشعور بالابوه دي قرينه قويه تمنع اتهامه بالتعمد. واضح؟ خصوصا كمان لا يكون الفرع سببا للقضاء على اصله،
إذ لولا الوالد ما ولد المولود. فهمت إزاي؟ فما ينفعش إن هو يكر على أصله بالبطلان. طب الوالد لو قتل ابنه لا يرثه ويدفع ديته ولا يرث من الدية. فهمت إزاي؟ بس لكن لا يقتلش بيه. طب الولد لو قتل أبوه يقتل. الولد لو قتل أبوه يقتل إلا أن يكون أبوه صار مملوكا عنده. طبعا الصور دي مش عندنا دلوقتي خلاص. دي الصور كان بيقولها الفقهاء زمان. واخد بالك؟ لأن أصلا إذا صار مملوكا عنده عتق عليه في الحال. فهمت بقى المسألة؟ لكن هم بيفترضوها إن هو قتله وهو مملوك عنده وكان لا يعرف أنه أبيه. ثم بان أنه أبوه. الصورة بتيجي كده. لكن لو هو مملوك عنده وعارف ان ابوه عتق في الحال. فهمت بقى ازاي؟ لكن افرض ان هو قال اليه، يعني ندي لك مثال قديم، ان ابوه ده كان قاعد في بلاد الحربيين الكفار الحربيين اللي احنا بنحاربهم كمسلمين، فاسر مع الاسر، فجاء نصيبه ان بقى رقيق عند ابنه، وابنه ما يعرفوش عشان بقاله 20 30 سنه ما شافوش. فهمت ازاي؟ فصار رقيق عند ابنه. عمل مشكله فابنه قتله على انه بيقتل عبد من عبيده. بعد ما قتله اتضح له انه كان ابوه. فهمت بقى ازاي؟ هنا في الحاله دي ايه؟ لا يقتل به. فهمت بقى المساله؟ لكن هيبقى ايه؟ هيبقى عليه الدية ولا معلوش الدية؟ إذا كان رقيق هيبقى عليه ثمنه. واخد بالك ازاي؟ أو عليه عقوبة مقدرة يقدرها الحاكم علشان إيه؟ افتأت على الحاكم، المفروض الحاكم هو اللي يقيم. كان زمان يعتبروا إن السيد له إيه؟ له السلطة على عبده، يفعل فيه ما شاء. كان زمان كده. الحمد لله إن ربنا إيه حرر البشرية من هذه إيه؟ الأحكام اللي فيها يعني ظلم شديد للإنسان. المهم ألا يكون القاتل والدا للمقتول ولا أما برضه. فهمت ازاي؟ أما يبقى والدا، يعني والدا سواء كان والد أو والدة، أم أو أب يعني، فلا قصاص على والد بقتل ولده، وإن سفل الولد، ولو كان إيه الولد ده حفيده. سفل يعني إيه؟ ابن ابنه، ابن بنته أو بنت بنته وهكذا. قال ابن كج: ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه. ليه؟ لأنه لا يطابق أحكام الشريعة. وابن كج ده قاضي من قضاة المسلمين، وكان يضرب به المثل في الحفظ، ومات سنة 405. واخد بالك؟ في رمضان. والرابع ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. يعني طبعا الأحناف ليهم رأي مخالف في المسألة، يعني احنا ده الرأي ده، يعني عندنا المسلم لا يقتل بكافر ولو كان في عقد أمان. ده عند مين؟ عند الشافعية والمالكية وكذا الحنابلة. لكن أبو حنيفة يقول لك النفس بالنفس. واخد بالك؟ وده يوافق المفهوم العصري. مذهب ابو حنيفه يوافق المفهوم العصري، علشان الناس يقول لك الناس سواسيه دلوقتي، كل واحد مسؤول عن دينه، لكن ايه؟ الناس سواسيه في الحق في الحياه. فاهم؟ فمذهب ابو حنيفه مناسب الان لهذا للمفهوم العصري لحقوق الانسان. فهمتني بقى ازاي؟ لكن مذهب الامام مالك والامام الشافعي كان مناسب لعصرهم، حيث كان الاسلام هو ايه؟ المسيطر على البشريه. إذا كان الأمريكان دلوقتي يقول لك الإنسان الأمريكاني يساوي 1000 واحد، لو قتلوا أمريكاني يروحوا إيه؟ يدقوا قرية كاملة، يقتلوا قدامهم 1000، مش بيعملوا كده الأمريكان؟ إحنا ما قلناش كده وإحنا منتصرين المسلمين، إحنا قلنا الواحد بواحد. يعني إحنا طول عمرنا برضو أهل عدل. فهمت بقى إزاي؟ يعني أنا سمعت مرة إن فرنسا مات من أيام ما كانت محتلة الجزائر. قتلوا 16 جندي في قريه من قرى الجزائر، قتلوا 16 جندي فرنسي، دكوها موتوا 16000، يعني قدام واحد كل جندي 1000 يقتل، فقتلوا قريه فيها 16000 عشان 16 جندي.
وحبس من شوية في مصر معروف، واخد بالك؟ يعني هم ظلمة لما تيجي تقول لهم مش عارف ايه يقول لك اشمعنى؟ طب ما انتوا عاملين كده، ده انتوا اللي بلعتوا الظلم، ده انتوا مجرمين. طب ما عندك قنبلة هيروشيما لسه ما بردتش بعد ما استسلمت اليابان كمان، تروح تقتلهم بعد ما استسلموا وتقتل مين؟ ناس امنين في بيوتهم غير مقاتلين، وفي الاخر يدعوا ان هم بتوع حقوق الانسان وهم ظلمة شياطين، فاهم؟ فما تهتمش بيه، فاهم؟ لكن على اي حال عند مذهب المالكية والشافعية أن المسلم لو قتل غير مسلم ولو كان بعهد أمان لا يقتل به، بس يدفع الدية، يدفع الدية بس لكن لا يقتل. فهمت ازاي؟ الإسلام يعلو ولا يعلى؟ لكن الإمام أبو حنيفة النفس بالنفس، واضح؟ سهلة. والرابع ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، برضه ما ينفعش أقتل حر بعد، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان او ذميا او معاهدا، ولا يقتل حر برقيق ولو كان المقتول انقص من القاتل بكبر او صغر او طول او قصر مثلا، فلا عبره بذلك. يعني افرض واحد كبير قتل طفل صغير، ما نقولش لا بقى يا ده الصغير ده، لا دي نفسه ودي نفسه. فهمت ازاي؟ ما عبره، ما فيش عبره بالفارق. وتقتل الجماعة بالواحد برضه إن كفاهم، وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا. يعني افرض الجماعة اجتمعوا وقتلوا واحد، لو كان فعل كل واحد لوحده كافي في قتله يقتلوا به كله، واضح؟ لو كان مجموع فعلهم هو اللي قتله يبقى هيدفعوا الدين مقسمة عليه. فهمت بقى المسألة؟ لو كان مات بمجموع فعله يبقى ما فيش قول من الجمع، لكن لو تكاتلوا عليه وكان فعل كل واحد منهم قاتل في حد ذاته لوحده، زي مثلا ايه؟ مجموعة كل واحد ماسك مسدس، كل واحد ضرب طلع عليه فدخل فيه 10 طلقات من 10 مسدسات، ال10 يقتلوا به، لانه كل واحد اطلع تكفي انها تقتل. فهمت بقى؟ وتقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم، وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وكل الشروط دي اللي قلناها في القصاص اللي يجب في المقتص منه كذلك لو كان في الأطراف، يبقى لازم يكون بالغ، فهمت ازاي؟ ولازم يكون عاقل، واخد بالك؟ ولازم كمان يكون مش اقل منه، يعني يكون ده مسلم وده مسلم، ما ينفعش بقى اقطع طرف مسلم عشان اقطع طرف كافر ولو كان هذا الكافر ذميا او معادا او مؤمن. فهمت بقى المساله؟ يعني نفس الحكايه. وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف التي لتلك النفس، فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا. وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اثنان، أحدهما لما يبقى إيه هنعمل بقى في الأطراف، قطع إيده اليمين يبقى قطع الإيد اليمين، ما ينفعش قطع الإيد الشمال قدام الإيد اليمين، وقطع ودنه اليمين يبقى قطع ودنه اليمين ما قطعش الشمال، واضح؟ ما هو مش فاقد، لو فاقد اليمين وقطع اليمين يبقى هيدفع الدية نص الدية، ما لوش يمين، واضح؟ الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع بينه وبينه المصنف بقول اليمنى باليمنى، اي تقطع اليمنى مثلا من اذن او يد او رجل باليمنى من ذلك، واليسرى مما ذكر باليسرى مما ذكر، وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى ولا عكسه، واضح؟ والثاني ألا يكون بأحد الطرفين شلل، فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلال. يعني هو قطع له إيده المشلولة، ما روحش أنا أقطع إيد إيه سليم، وهي التي لا عمل لها. أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور، إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق،
ولا تنسد بالحسن. يعني افرض هو قتله قطع له ايده اليمين صحيح، والمعتدي ده ايده اليمين مشلوله، ممكن يقطعه الايد المشلوله ويدفع فرق الايد السليم، يبقى تتقطع المشلوله ويدفع فرق السليم، فهمت؟ يسموه حكومه، يعني يبتدي يحكم الايد السليمه بتساوي نص دي، طب والايد الشلاق تلت دي، فهمت ازاي؟ طب الايد الشلاق تلت دي، يبقى انا هاخد الفرق من التلت للنص، فهمت بقى المساله؟ ناخد بالنا من الحاجات دي مهمه، اللي يفهمها طبعا القضاه المفروض يعملوها، ودلوقتي حتى القضاه بيحكموا بقوانين عموما يعني مش ماشيه بهذه القواعد قوي. بل تنفتح، لكن لو قالوا ان قطع دي الشلاق قد يؤدي الى ايه؟ انه ما يعني تنفتح العروق وينزف حتى ما يموت، يبقى ما ينفعش، ما قلنا مش لدي. ولا تنسد بالحسم، الحسم اللي هو طريقه ايقاف النزف يعني. ويشترط مع هذا ان يقنع بها مستوفيها ولا يطلب ارشا للشلل. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: وكل عضو أخذ أي قطع من مفصل كمرفق وكوع ففيه القصاص، وما لا مفصل له لا قصاص فيه. يعني واحد قطع الكف من المفصل يبقى تقطع كفه ده. طب افرض إنه هو إيه؟ قطع في النص هنا بين مفصلين، يبقى ما قدامهوش إلا القصاص، إلا إيه؟ إلا القرش أو الدين. ما ينفعش يقتص، خدت بالك؟ ليه؟ لأن لصعوبة المماثلة، لأن عمق الجرح ممكن ما يظبطوش، فهمت ازاي؟ وطول الجرح ممكن ما يظبطوش، والأثر المصاحب للجرح ممكن ما يظبطوش، وبالتالي يتعذر، إنما ما يبقى عند مفصل سهل أظبط. وعشان كده قال لك إيه؟ وما لا مفصل له لا قصاص فيه لصعوبة إيه؟ بمثل ما عوقبتم به، التماثل، شرط التماثل. واعلم ان شجاج الراس والوجه 10 انواع بقى الشجاج اسمها يعني. حارصه بمهملات وهي ما تشق الجلد قليلا. حارس، عارف انت اما يبقى جلده يا دوب اتخربش، ابريجنز سحاجات، يسموها ايه؟ حارسه، حارسه كده بالحاء. وداميه، لا الجلد بقى اعمق شويه فخر دم بس ما نزلش، لكن ما ايه؟ ما تجاوزش طبقه الجلد، ده النوع اللي ايه؟ اقوى شويه، يبقى حارسه سطحي قوي. داميه اعمق شويه لكن ما زالت في ايه؟ في الجلد. وباضعه، ده عدت الجلد ودخلت في اللحم. وباضعه تقطع اللحم، يعني دخلت في العضلات. ومتلاحمه، لا تغوص في العضله بقى، عميقه في العضله، خدت بالك؟ وسمحاق، لا ده سمحاق دي بقى وصلت لحد غلاف العظمه اللي هو تحت العضله، لكن ما قطعتش غلاف العظمه، لان غلاف العظمه البريوستيوم اسمه السمحاق، البريوستيوم اللي هو الغلاف المحيط بالعظمه اسمه السمحاق، فهمت ازاي؟ ويقول لك وسمحاق يعني تبلغ الجلد التي بين اللحم والعظم. وموضحة، لا دي شالت حتى السمحاق ووضحت العظم، دي اسمها موضحة، توضح العظمة من اللحم. وهاشمة، لا ده بقت كمان وصلت للعظمة وكسرتها، هشمتها، يسموها ايه؟ هاشمة، تكسر العظم سواء اوضحته ام لا. واضح؟ اللي يسموه كومباوند فراكشر، يعني كسر مضاعف بالايه؟ بطريقة الطب الحديث. ومنقلة، منقلة يعني عملت خلع في المفصل، يعني أو نقلت العظمة، واخد بالك؟ ومنقلة تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر، خدت بالك؟ يعني إما العظمة اتكسرت ومش مقابلة للعظمة، بعدت عنها، خدت بالك؟ نقلت سواء كانت مفصل أو نقلت الكسر من امتداد إيه؟ العظمة نفسها، خدت بالك؟ ومأمومة، المأمومة اللي هي تكون في ايه؟ في الرأس، في فروة الدماغ، تبلغ خريطة الدماغ المسماة أم الرأس، يعني ده
المأمومة تكسر العظمة جمجمة لحد ما تبين الأم الجافية اللي هي الديورا ماتر. الأم الجافية اللي هي الإيه؟ الغلاف السميك اللي هو تحت العظمة تحت الجمجمة بينه وبين المخ مسافة ثم الأم الحنية. فهمت إزاي؟ يعني بينت الإيه؟ الأم اللي هي سموها الديورا ماتر الأم الجافية. ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ المسمى أم الرأس ودامغة، يبقى الدامغة أقوى شوية تقطع كمان إيه؟ أم الرأس دي بغير معجمة، تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس. يعني يدوب تبين المخ وعليه الغلاف الرقيق. واضح؟ واستثنى المصنف من هذه العشرة ما تضمنه قوله لا قصاص في الجروح أي المذكورة إلا في الموضحة بس. طب والباقيين في حكومة بقى. الحاجات التانية حكومة، حكومة يعني إيه؟ يعني يجي العدول يحددوا فيها عقوبة. أدي الحكومة. غرامة معينة. يحكموا بها ذوي عدل. فهمتوا بقى إزاي؟ دي اسمها الحكومة. إلا في الموضحة فقط لا في غيرها من بقية العشرة. خدت بالك؟ والموضحة هيبقى فيها خمس من الإبل. الموضحة فيها خمس إبل. خمس جمال. لو قلنا ان الجمل بعشرين الف دلوقتي يبقى فيها مئة الف. فهمت؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل في بيان الدية ان شاء الله يوم الثلاثاء بعد القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلين.